خلونا نتفق ان المخدرات هي اقصر الطرق للموت، بس معظم الناس الكرياتيف اللي هتقابلهم في حياتك هتلاقيهم بيشربوا مخدرات، ولو حاولت تنصحهم او تفهمهم اضرار المخدرات مش هيسمعوك اصلا، لان هم مقتنعين بنسبه 100% ان هي السبب في نجاحهم. موضوعنا النهارده عن اشهر الناس اللي ابدعت بالمخدرات. اول شخصيه معانا هو مارادونا، اشهر لاعب كره قدم في التاريخ ومن اعظم اللعيبه اللي لمست كره القدم. مارادونا كان مدمن كوكايين لدرجه انه كان ساعات بيشرب قبل الماتشات المهمه. اللي فيه هنا بقى انه كان بيبدا في الماتشات دي جدا. مارادونا كشف بعد ما اتحللوا في كاس العالم سنة 94 وتوقف عن اللعبة بعدها. تاني شخصية معانا هو دكتور هالستد. هالستد هو صاحب اول طريقة ناجحة لجراحة سرطان الثدي. اهدى الطب الحديث الطريقة على طبق من ذهب، وهو اول دكتور يعمل عملية استئصال ثدي وتنجح. الغريب هنا بقى ان دكتور هالستد ما كانش بيشتغل ولا يدخل غرفة العمليات غير وهو تحت تأثير الكوكايين. ثالث شخصية معانا هو فرانسيس كريك، اللي حل مشكلة طبية وعملية عويصة وقدر يكتشف التركيب الحلزوني للدي ان ايه سنة 1953. فرانسيس كريك كان مدمن لعقار خطير جدا اللي هو LSD، وده اللي مقتبسه منه فكره فيلم الفيل الازرق. رابع شخصيه معانا هو دكتور سيجموند فرويد، اشهر عالم نفس في التاريخ وصاحب اعظم النظريات النفسيه بالنسبه لعصره، واحد من اساطير العلاج والتحليل النفسي. كان بيعالج المرضى بتوعه بالكوكايين اللي هو هيظبط لك نفسيتك بس هيضيع لك باقي حياتك عادي. الفيلسوف فريدريك نيتشه كان عنده اكتئاب وبعدها ادمن المورفين، وفي نفس الوقت الف واحد من اهم كتبه وهو الفلسفه العدميه في 14 يوم بس. وكمان بيكاسو اشهر رسام في التاريخ وهو مؤسس المدرسه التكعيبيه في الرسم، كان مدمن المورفين برضه. وبالنسبه لويليام شكسبير كان بيكتب بايد والبايب في الايد الثانيه، البايب ما كانش فاضي، البايب كان فيه حشيش. ومعروف عن شكسبير انه دايما كان بيحب يكتب تحت تاثير الحشيش. مش بس الاجانب اللي ابدعوا بالمخدرات، معانا كمان الشاعر المصري احمد فؤاد نجم اللي كانت شهرته الفجوبي. كان بيحب الحشيش لدرجه انه كان بيكتب عنه ابيات شعر، ومعظم لقاءاته في التلفزيون كان بيتكلم عن الحشيش وكانه عيل من عياله. المضحك في الموضوع انه دخل السجن كتير جدا بسبب اراءه السياسيه، بس عمره ما دخل السجن بسبب الحشيش. المضحك اكتر في الموضوع ان في دلوقتي نوع حشيش في مصر اسمه الفجوبي. وعبال ما ننزل لكم الحلقه الجديده، منشن لصاحبك اللي لسه ما حلفوش الحظ ان اسمه اتحط في وسط الناس دي، او تبلغ عنه وزاره الداخليه.